عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض كوفية رجالي، الكوفية سادة تماما، طبعا الوان غوامق زي ما انتم شايفين. الكوفية كمان ضخمة، تصلح تكون رجالي وتصلح تكون حريمي مع اختلاف حجم الابرة. زي ما انتم شايفين احنا هنستخدم خيط قرطبة. الخيط 75% اكريليك و25% صوف، خيط ناعم جدا يا بنات. اول حاجة هنستخدم ابرة رقم 8. الابرة ديت يعتبر اضخم ابرة عندي، لو عندك ابرة اضخم من كده اشتغلي بيها، هتدي معاكي ملمس ناعم قوي للخيط وفي الوقت نفسه هش كده ومش ناشفة ككوفية. يعني نقدر نستخدم ابرة رقم 4 ل5. طبعا احنا بنعتمد اكتر ابر التريكو عن ابر الكروشيه، يعني ابر الكروشيه هنا من 3.5 ل4.5، لكن ابر التريكو من رقم 5. شوفوا احنا استخدمنا رقم 8 عشان ما تحديش نفسك قوي بحجم الابرة اللي بيبقى موجود على البكرة، لان انتي لو عايزة حاجة تكون ناعمة جدا هشة قوي كده وتقدري ان انتي تستخدميها وتدي ضخامة كده في اللبس وفي الوقت نفسه تكون ناعمة وطرية كغرزة، مش فارق معاكي قوي اذا كانت تمط او لا، لان دي كوفية. اغلب الاحوال ما بنعتمدش ارقام الابر اللي هنا، وده مش لحاجة، ده لان احنا بنعمل شغل شوية غير تقليدي، فبطبيعة الحال بيكون الطريقة برضو غير تقليدية. طولت عليكم في الكلام. اول حاجة هنشتغل بيها، انا هشتغل لكم بالخيط ده للتوضيح عشان الغوامق بتزعلكمش. الخيط ده اليزا كوتون جولد، عملنا منه كارديجان الصيف، ولو لسه مشوفتوش كارديجان الصيف ده شكله، اللينك هتلاقوه في صندوق الوصف. هنشتغل بيه بس عشان اللون الفاتح، ليس الا لو انتي بشرتك حساسة او ما بتستحمليش الحاجات اللي فيها نسب اكريليك او صوف. الخيط ده من منتجات الاقطان، مفروض ان هو 55% قطن ال45% اكريليك لو انتي ما بتحبيش الصوف. اول حاجة هنبدأ بيها هي غرزة الاستيك او البليسيه التونسي، المرة دي شوية مختلفة مع ان الغرزة هتكون تقليدية. غرزة البداية، طبعا انا بستعمل ابرة رقم 5 بس للتوضيح، الحقيقة كل حاجة عاملاها بابرة رقم 8. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14. بداية الغرز بتاعتي كانت 73 سلسلة، 73 سلسلة مرة واحدة كده، 73 سلسلة مرة واحدة. انا العدد المطلوب مني ان هي كانت تكون 70 سلسلة عشان تديني حجم ضخم، يعني زيادة شوية. بس انا ضفت 3 سلاسل. ضفت 3 سلاسل ليه؟ من المعروف ان غرزة الاستيك غرزة يعني تقدري تستخدميها زي ما انت عايزة، طبعا هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. الغرزة دي بتقدري تستخدميها زي ما انت عايزة، يعني مرة ممكن تعملي غرزتين عدلين وغرزتين مقلوب، مرة ممكن تعملي تكتري في المقلوب وتسيبي العدل قليل، وهكذا. يعني انت بتقدري تستخدميها زي ما انت عايزة، ولذلك انا حبيت ان هي يكون في الاطراف من هنا غرزة عدلة وفي الاطراف من هنا غرزة عدلة، وده لازم لتوازي الشكل. يعني لو انت هتبدأي بمقلوب برضو يعني لازم يكون هنا في 2 مثلا وهنا 2، هنا في 3 وهنا في 3، وهكذا لحد ما تخلصي الغرزة تبعك، وطبعا بنراعي التناسق في الشكل. انا كده باخد كل حاجة على الابرة. طبعا انا في الاول عملت 70 سلسلة وقعت في الفخ ده، وبعد كده فكيت اول صف ورجعت تاني، يعني تمام برتفع سلسلة، ودلوقتي بسحب كل 2 مع بعض. طبعا ده دي الكوفية وبديل للشرشيب، لان احنا هنستخدم الغرزة العدلة مع الكوفية بتاعتنا، هي هتكون الاساس. ده يعتبر بديل للشرشيب وبديل لان هو يثبت الغرزة بتاعتنا عشان غرزتنا طبعا بترول. كل التوتوريال بتاع الغرز اللي احنا هنستخدمها النهاردة هسيبها لكم في صندوق الوصف، بحيث ان انتوا ترجعوا لها لو حابين وتفهموا كل الغرز دي كويس وترجعوا تشتغلوا كوفيتنا. دلوقتي انا هعمل مفروض غرزة عدلة، هعمل كام واحدة؟ هعمل 3، ادي كده 2 لان انا حسبت دي معايا، وزي ما انتوا شايفين ادي السلسلة كلها اهو، بدخل في نص السلسلة كده وبسحب الخيط. اوكي،
ناس كتيرة عندها مشكلة في الغرزة المقلوبة. الغرزة المقلوبة غرزة سهلة جدا جدا يا بنات، هي كل الفكرة اللي فيها ان انتي بتشتغليها بطريقة تقليدية او بطريقة سريعة شوية، احنا عملناها في الفيديو. انا هعمل لكم دلوقتي الطريقة السريعة، وصدقوني هتحبوها اكتر بكتير من الطريقة التقليدية. هتاخدي لفة على الابرة كده لقدام، اوكي، ثبتيها بصباعك وروحي على طرف واحد بس من السلسلة، سيبي اللفة اللي على الإبرة قدام الطرف اللي انتي لسه ماسكاه، اوكي. ودلوقتي انا سستمت القطعة بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهو، التلاتة غرزة عدلة، اتنين مقلوب، تلاتة عدلة، اتنين مقلوب، وهكذا لنهاية الصف. اهم حاجة تبدأ بتلاتة عدل وتنتهي بتلاتة عدل، اوكي. برتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض زي ما احنا شايفين، اول صف السيستم، ومن بعدها خلاص هنشتغل بدون اي اعداد وبدون ما نوجع دماغنا باي حاجة. هنشتغل بقى عدل هو مع بعضه والمقلوب مع بعضه، تلاتة عدل اهو، هنا مقلوب يبقى انا هنا هشتغل المقلوب، تلاتة عدل اهم، وهما خلاص بيكونوا يعني فعليا باينين، مش محتاجة منك ان انتي تركزي في حاجة بقى، خلاص انتي بتشتغلي اللي هو قدامك زي ما هو بالظبط، اوكي. ادي العدل اهو، تدخلي كده في السلسلة كده من النص وفي فراغ اهو، بتروحي تسحبي منه الخيط وبتخليه معاكي على الابرة، لف على الابرة لقدام، تروحي تاخدي الطرف بس كده، ملكيش علاقة لا ورا ولا في اي حتة، نزلي الخيط وتسحبيه على طول، لف على الابرة لقدام، بعد كده الخيط اهو، بتاخدي الطرف بتاعه تنزليه كده وتسحبي العدل من نص السلسلة، اخر الصف بتاخدي الطرفين بتوع السلسلة كده معاكي عشان يدوكي توازي في الشكل ما بين الجزء ده والجزء ده، ترتفعي سلسلة وبتسحبي كل اتنين مع بعض. ادينا كترنا الغرزة بتاعتنا، تعالوا دلوقتي نشتغل صف هنا ووريكم الغرزة عاملة ازاي. تلاتة غرزة عدلة، اتنين مقلوب، لف على الابرة لقدام، باخد الطرف انزل الخيط، بعد كده اسحب، لف على الابرة لقدام، اخد الطرف انزل الخيط وبعدها اسحب. وادي النتيجة اللي احنا مفروض نعتمدها في الكوفية بتاعتنا، زي ما انتوا شايفين الملمس، الحجم طبعا اوفر 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 يعني، والملمس طري كده وهش كده زيادة عن اللازم، هو ده تأثير الخيط طبعنا برضو مع الإبرة. تعالوا دلوقتي نشتغل صف مع بعض ونرجع بعد كده نبتدي الغرزة بتاعتنا. طبعا ده عدد 73 سلسلة، تلاتة غرزة عدلة، كي، اتنين مقلوب، تلاتة عدل، ادي السلسلة كلها اهي، بدخل كده في النص واروح سحب الخيط، ادي السلسلة وفي فراغ، باخد الطرف اهو من نص السلسلة كده واسحب الخيط، شايفين اهو. المقلوبة، لف على الابرة لقدام، اخد طرف انزل الخيط واروح سحبه، اوكي، بفضل ابدل كده، تلاتة غرزة عدلة، اتنين مقلوب لنهاية الصف. طبعا غرزة الاستيك تقدري تستميها مختلف عن كده، يعني تقدري تكتري عدد الاضلاع بتاع الغرزة العدلة، تقدري تكتري الغرزة المقلوبة، تقدري تخليهم متساويين على حسب انتي عايزة ايه، بتستمي الطريقة اللي تناسبك. انا بالنسبة لي خليتها بالطريقة دي لان انا عاوزاها رجالي، ما فيش اختلافات جوهرية جامد، بس هي بترجع في الاول والاخر للذوق الشخصي. انا بس عملت غرزة الاستيك بديل للشراشيب، يعني انت ممكن تشتغلي غرزة عدلة بابرة كمان اضخم من دي وتطلع معاكي كده هشة ورخوة جدا جدا كده، وتروحي حطلها شراشيب تكون اوفر وكتلة كده كبيرة، هتطلع معاكي تحفة، ومش هتطلع معاكي على فكرة، انت بس هتعملي منزلقة او غرز حشو في البداية والنهاية وتروحي حاطة فيهم الشراشيب، هتبقى جامدة جدا. يعني هجيب كده دبوس علامات، طبعا انتوا عارفين دبوس العلامات المشهور تبعي،
اعلم كده. دلوقتي بقى هنشتغل الغرزة الاساسية. الغرزة الاساسية بتاعتنا هي الغرزة العدلة، فاحنا خلاص هنبقى مسستمين نفسنا عليها. باخد كده السلاسل بتاعتي على الابرة، طبعا دول كانوا غرزة عدلة. الغرزة المقلوبة بقى خلاص بدخل في النص كده وبسحب. ودي الغرزة الأساسية بتاعت الكوفية تبعي، شايفين ادي دي غرزة مقلوبة اهي، انا دخلت في نص السلسلة وبسحب، حولتها تماما لغرزة عدلة. وبكده على فكرة نكون خدنا غرزة من غرزة برضه. ادي غرزة مقلوبة اهي، بدخل كده في نص السلسلة وروح سحب في نص السلسلة وبسحب. اوكي، طبعا لا احنا عملنا الغرزة العدلة، فانتي في المرحلة دي فعليا هتكوني فاهمة انتي بتعملي ايه، بس التركية اللي معاكي هي الغرزة المقلوبة تحوليها لعدلة. ادي الغرزة المقلوبة اهي، بتدخلي كده في نص السلسلة وتروحي سحبة بس خلاص كده. دي الطريقة لنهاية الصف. ودلوقتي طبعا الفتحات اللي انتوا شايفينها دي هتكون انتهت. تعالوا دلوقتي نشتغلها باللون الفاتح عشان تعرفوا احنا عملنا ايه بالتفاصيل. احنا كده كان عندنا الاستك التونسي، بندخل في السلاسل نعمل غرزة عدلة. طبعا اللي هما بيكونوا غرزة عدلة دول عادي، اللي بيكونوا غرزة مقلوبة بندخل كده في نص السلسلة وبنروح ساحبين غرزة عدلة. اوكي، والباقي طبعا غرزة عدلة شغالة ببطء جدا اهو، بحيث ان انتوا تكونوا عارفين اللي انا بعمله. شايفين اهو نص السلسلة كده وبسحب الخيط. اوكي، بالشكل ده اخر الصف باخد السلسلتين مع بعض وارتفع سلسلة واسحب كل اتنين مع بعض. زي ما احنا شايفين بدأت السيستم ان دي غرزة عدلة، ودي برضو طالع منها غرزة عدلة بس لسه ما ظهرتش. لما نيجي نشتغل دلوقتي هتبقى كل حاجة كده غرزة عدلة، مش محتاجين ان احنا نتعب دماغنا في حاجة. دلوقتي انا ارتفعت سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. زي ما احنا شايفين دلوقتي بدأت تتكون غرزة عدلة كلها، والغرزة المقلوبة بس هي اللي هتكون باينة بالمنظر ده. الاضلاع حتى العدلة هتكون متوازية على طول مع شكل الكوفية. تدا، زي ما انت شايفين اخيرا 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 الكوفية خلصت. طبعا هي عريضة قوي وطويلة كده، بس شكلها شيك جدا يا بنات، لدرجة ان انا يعني هعمل منها حريمي. شايفين طبعا هيكون نفس الموديل، لو اختلف هيبقى فيه ليه فيديو. يعني شايفين المنظر بقى عامل ازاي وشكلها شيك جدا. دلوقتي هنعمل الطريقة بتاعة توصيل الخيوط عشان الناس اللي هي بتكون لسه اول مرة تشوف الموضوع ده، بحيث انه ما يكونش فيه اي رتوش او حاجات باينة. الكوفية بتاعتي اخدت 5 بكرات، البكرة السادسة هعمل منها بس البليسي اللي هو بتاع الاطراف، وكان ممكن ان انا اعمله من البكرة الخامسة عادي، بس انا حبيت ان انا ايه ازود. طبعا انا جبت البكرة خيط اهي، وهبتدي بابرة التنظيف ادخل الابرة كده في نص الخيط. شايفين طبعا الخيط الرفيع بيكون شوية رخم في توصيل الخيوط، ولكن مش مشكلة، يعني احنا بنوصلها مثلا بعدد البكر، الا بقى لو البكر فيها قطعات او كده فبنوصل اكتر، بس يعني مش اكتر من كده على قد ما بقدر كده. وطبعا بكتر الكمية وبدخل الخيط في الإبرة، طبعا نفس الخيط ده كله اللي انا شغالة فيه، لسه انا مروحتش للخيط اللي في الكوفية نفسها. ادي كده الإبرة معمولة في الخيط كله اهو، وادي ملضومة من الجنب التاني. تمام، كل ده نفس الخيط زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي هجيب بقى الخيط اللي هو بتاع الكوفية ادخله بس واسيبه. تمام، واروح بقى ايه شده كل الخيط ده. تمام، وامسك بقى الخيط اللي هو بتاع الكوفية ده واشد كده. شايفين كل الخيط بقى عبارة عن قطعة خيط واحدة. لو عندي زيادة زي كده ما دخلتش، يعني همسك كده القصافة واقص الخيط. تمام، من هنا هحاول اقصر شوية المسافة عشان كبيرة شوية. تمام، وبرضه بنفس الطريقة. شايفين بدخل كده الإبرة
في قلب الفتلة نفسها من جواها كده. طبعا الحركة دي في توصيل الخيوط بتخليلك ان انتي ما عندكيش اي اللي هي الكرة دي اللي بتكون من علامات الربط بتاع الخيوط، او ان انتي اصلا موصلة حاجة. ومهما كان الاستخدام شديد او قعدت سنين، مش هيبقى فيه علامات للتوصيل هتبان في الشغل ده. مهما كانت الكوفية دي خلاص بقت قديمة واتلبست كتير وكلام من ده، هتبقى برضو عبارة عن قطعة قماش واحدة، وده اللي احنا عاوزينه. دخلت كده الخيط في نفسه في الإبرة، ودلوقتي لضمتها وبعدين أشد. شايفين؟ ولا كأن كان في حاجة أساسا متوصلة. ودلوقتي هنشتغل آخر صف مع بعض ونبتدي في البلسين. زي ما احنا شايفينها كده، عبارة عن خطوط كده. لما باجي أدخل بدخل في نص السلسلة وأروح سحبة. اوكي شايفين؟ السلسلة كلها اهي. لما بدخل كده وبروح على الفراغ ده كده واروح سحبة. الجانب دايما دايما باخد الاتنين كده، اسحب وارتفع سلسلة، ولازم نرتفع سلسلة، وبرجع اسحب كل اتنين مع بعض. شايفين هنا توصيلة الخيوط بينهي من سمك الخيط؟ ولكن شايفين ولا كأني وصلت اي حاجة. والشكل من ورا على فكرة، يعني انتي خلاص وقت ما تخلصي الكوفية انتي ما عندكيش اي حاجة من هنا تفنشيها، ودي ميزة رهيبة يا بنات. قادرة اقول لكم قد ايه بتنجز في الشغل لما نعملها اول باول. فات نفسه زي ما قلت لكم بتخلي عمر القطعة بتاعتك طويلة، مهما قدمت مفيش اي حاجات باينة من الخيوط بتاعتك، ودي ميزة جبارة في الشغل الهاند ميد عامة، وبتكون حلوة قوي. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها. كده احنا خلصنا خلاص الكوفية كلها، دلوقتي عايزين نعمل البلسيه. وانا طبعا مش هكون فاكرة البلسيه بتاعي كان متقسم ازاي. كل اللي انا هعمله هروح كده على الديل، تمام، وهبتدي اعرف البلسيه بتاعي كان قد ايه. البلسيه بتاعي ماشي على اساس 3 غرزة عدلة 2 مقلوب، 3 غرزة عدلة 2 مقلوب وهكذا. فانا هعمل ايه؟ هجيب دبوس، تمام، وهحطه، وده كده بداية البلسيه. بحطه ليه؟ حطيت الدبوس ده عشان اعلم قد ايه انا هبتدي بعد كده في الكوفية بتاعتي، عشان اقدر اعرف طولها نفسه، اقدر اقدر البلسيه بتاعي كان قد ايه، كام صف لما اجي اعدي من هنا كده من ورا. فده هيفسر لي الموضوع بتاعي. فانا هجيب برضو دبوس علامات، تمام، وهبتدي احطه هنا، تمام. طبعا ده عشان برضو نفس الموضوع اقدر اقيس البليسي بتاعي كل الكوفية قد ايه تحديدا، وهبتدي اشتغل بالاسلوب بتاع البليسي او الاستيك التونسي. 3 غرزة عدلة، تمام، لفة على الابرة لقدام وانزل اللفة، وقت ما اسحب الغرزة واروح سحبة، لفة على الإبرة لقدام، طرف السلسلة، أنزل اللفة وأروح سحبة، تمام. 2 مقلوب، المقلوب لفة على الإبرة، باخد طرف السلسلة، أنزل اللفة وأروح سحبة، لفة على الإبرة، أنزل الطرف، بعد ما أسحب أروح سحبة. 3 غرزة عدلة. لو حاسين بصعوبة روحوا على الفيديو بتاع الأستك التونسي، هتلاقوا فيه التفاصيل بتاع الأستك التونسي كاملة. وكده أول صف في البليسيه انتهى. وزي ما انتوا شايفين الشكل دلوقتي لسه مش باين قوي، ولكن باين ان في بعض الكعبلة بس في الأطراف، وده بداية البليسيه. هبتدي بقى ان انا اشتغل دلوقتي بشكل عادي تماما، خلاص مش محتاجة ان انا اخطط لحاجة. هما قدامي 3 عدل و2 مقلوب، فبشتغل زي ما هو موجود قدامي كده لحد ما اخلص البليسيه بتاعي كاملة. اخلص البليسيه ده ونبتدي، وارجع لكم نقفل الكوفية بتاعتنا مع بعض. هنشوف ازاي هنقفل البليسيه بتاعنا، وازاي نقدر ندعم الكوفية بتاعتنا عشان ما تمطش مننا، بما ان طبعا ملمس الكوفية زي ما انتم شايفين رخو جدا وناعم قوي كده، وفعليا بصوا يعني عاملة زي الاستك من جميع الجهات. فازاي نطول عمرها اكتر، ومهما كانت طريقة اللبس نقدر نلبسها ومش هتتبهدل معانا بالشكل اللي يخليها خلاص مطت وباظت واتهلكت في وقت قصير. البليسيه خلاص اكتمل، ناقص لنا اخر صف والتقفيل، وانا
لما جيت عملته طبعا كنت حاطه دبوس زي ما انتم شايفين، عشان اعرف دلوقتي ان القديمه قد اللي انا عملتها، فكنت عديت الاصفف دي طبعا مش بعد من قدام، لان طبعا قدام مش هيديني اي يعني تفاصيل مهمه، فعديت طبعا الاصفف بتكون من ورا كده، دول عددهم 23 صف، ودول نفس النظام 22، وهنعمل الصف 23 مع بعض. وطبعا دي مرة أخيرة للتدقيق على البليسيه. أنا عارفة إن في ناس كتير بتمل من الإعادة، وفي ناس كتير حابة الإعادة، فبصراحة مش عارفة أعمل إيه ما بينكم. وبعمل غرزة عدلة، لف على الإبرة لقدام، أخدت طرف السلسلة، أنزل اللفة وأروح سحبة آخر حاجة في الجانب، ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. ما تستغنيش عن تطبيق الكوفية اثناء ما انت شغالة، لان ده بيحافظ لك عليها لاقصى درجة، وبيخليها لك على فكرة يعني شكلها حلو كده ومتميزة في المنظر. فاتمنى يعني ان انت تعملي الحركة دي، بتحافظ على شغلك، وبالذات لو رايح لعميل، فانتوا عارفين الشغل قد ايه بيتبهدل عبال ما بيوصل لاصحابه. اساسا طريقة الغرزة العدل، هدخل في كل الغرز واعمل منزلقة، برضو في الغرزة المقلوبة، برضو كأني هعمل غرزة عدلة، يعني في الغرزة العدلة شايفين بدخل كده عادي واروح عاملة منزلقة. طبعا هيخليلي الطرف من هو يعني هو مش رول قوي، ولكن فيه بعض الفتحات، والفتحات دي طبعا مش هتكون متوازية ابدا ابدا مع البداية. زي ما انتوا شايفين البداية بتاع الكوفية عاملة ازاي، وادي النهايه بتاعتها فيها فراغات، واكيد محدش هيحب ذلك. هو ده السبب من ورا تقفيلنا النهارده بالشكل ده منزلقه. وطبعا انا مش محتاجه اقفل باي طريقه تانية غير المنزلقه وخلاص، يعني اولا اختصارا للوقت، ثانيا راحه وسرعه، كما ان الكوفيه من النوع الطري الرخو وضخمه، فهي مش محتاجه اساسا تدعيم للاطراف اكتر من المنزلقه. لو انت طبعا مستخدمه خيط غير، الغرزه معاكي حبه ناشفه، او انت كنتي عاملاها كده، فجربي طرق التدعيم اللي موجوده في الدرس الخامس من دروس تعليم الكروشيه التونسي. هتلاقي الفيديو ده مليان للحاجات اللي هي فيها معالجه للاطراف من الرول، لو انت عايزه تفرديها زي المسطره ومش جايه معاكي كده خالص عشان اختلاف نوع الخيط او الابره او كده يعني، او انت مثلا ايدك بتشد الغرز، فهتلاقي الحل في الدرس ده، وهيفرد لك كل الاطراف بالشكل اللي انت عايزاه ان شاء الله. طبعا كده اتقفلت، ولو جينا دلوقتي قارنا ما بينها وبين دي مش هتلاقوا اي اختلاف، اللهم ان مثلا ممكن نعمل هنا منزلقه زي هنا عشان نوازي الاطراف بشكل اشيك ويكون بارزه اكتر. اخر حاجه، ودايما الجانب بالشكل ده، اسحب وبروح عاملة سلسلة كمان، وهقص وهقص الخيط لأول مرة، أنقذ الإبرة قبل ما تقع. شفتوا زي ما انتوا شايفين المنظر عامل ازاي، وبعدين شكلها حلو. عدد الأصفف دي كده بالعدد 23 واحد، بنعد كده تمام بإبرة التنظيف. شكلها شيك قوي كده وظريفه، وفعليا يعني مدياني التاثير الرجالي اكتر من اللازم. تعالوا دلوقتي ناخد شويه مقاسات. طبعا انا كده قلت لكم خلاص استهلاك الخيط 6 بكرات، انت عايزه تخليه 5، فقبل ما تخلصي البكره بكميه اكتر من كده، يعني مثلا وصلي عند النص، والنص التاني خليه للبليسيه. ابتديت على فكره ب73 سلسله، لو لسه ما قلتش استخدمت ابره رقم 8 من الاول للاخر، مفيش اي ابره تاني استخدمتها، استهلكت 6 بكرات. هنشوف دلوقتي طول البليسيه بتاعنا. طول البليسيه حوالي هنقول 18 سنتي، وبالنسبه لعرض الكوفيه كبشكل عام كده، الكوفيه دي طبعا ضخمه وغالي، عرضها 47 سنتي. وتعالوا نقيس الجانب التاني في البليسيه كمان عشان نكون متاكدين، فعليا 18 سنتي بالظبط. هشوف لكم بقى طول الكوفية دي، هفردها على حاجة كده واشوف لكم طولها وارجع لكم مرة تانية.
الحمد لله خدت لكم الطول. الطول 1.98 متر او يعني نقدر نقول 2 متر من غير البلسيه. بالبلسيه كلها 2.25 متر بالظبط مع البلسيه من الجنبين. دلوقتي ناقص لنا يعني اول حاجه هنشيل الدبابيس خلاص بتاع العلامات، انا كنت حطاها عشان اخد مقاس البلسيه اعلم مكانه عشان ابدا الجزء التاني من البلسيه مثلا في الطرف التاني، والتفاصيل دي كلها انتوا شفتوها معايا. دلوقتي بقى انا يعتبر عندي مشكله في الكوفيه دي، ايه هي ويا ترى ممكن اعالجها ازاي؟ انا بالنسبه لي مش معتبرها مشكله لو انتي الكوفيه دي حريمي، ولكن الكوفيه دي لو رجالي، الرجاله شويه يعني بيلبسوا الحاجه يعني بيشدوها بيعملوها كده، وانتي برضو لو بنوته ومشاوير كتير وبتحبي جدا تلبسي الشال، لان دي طبعا في حجم شال بالنسبه لاي سيده يعني الحجم شويه عريض وطويل، ولكن بالنسبه لي هي كوفيه للامانه. الحجم ممكن جدا يكون شال لو انتي بنوته صغيره، لو انتي كبيره شويه فانتي هتعرضي اكتر من كده في عدد السلاسل وهتبتدي برضو تطولي اكتر، وكده كده هتكون معاكي شال بشكل حلو قوي وانيق جدا. نرجع لموضوعنا، لو انا عايزه البسها وهي تكون هارد، لان هي طبعا مستحيل تكون هارد وهي بالنعومه دي، شويه ممكن تبوظ مني مع الوقت، فانا عايزه اخليها تعيش اطول مده ممكنه. ازاي؟ اول حاجه بصوا، ده السبب اللي مخليني عايزة ادعمها، نقرب اكتر، شايفين هتمط مني كده وهتمط مني في العرض، طب يعني عايزة احد من المسألة شوية. هنعمل الحركة اللي عملناها في كوفية الضفاير الرجالي، تمام، بالشكل ده كده، وهبتدي اخد حوالي 3 متر خيوط، اقص الخيط وهبتدي اعمل ايه من اول الظهر كده من تحت. طبعا طبعا الكوفية بما انها عريضة فانا هعمل 1 2 3 4 تدعيمات، تمام، هبدأ بيهم بأول واحد معاكم عن نفس اللون، والتدعيم مستحيل يبان اساسا لان احنا هناخده دلوقتي باسلوب هتشوفوه معايا هنا كده. هبتدي ادخل وابتدي اسحب، تمام. طبعا احنا متفقين وعارفين ان احنا مش بنربط الخيط، ولكن شايفين مرة تانية كده واروح ماشية وكده هتعمل لي اول عقدة معايا، تمام، وبعدين بدخل في كل الاعمدة دي كده من الداخل. طبعا الحركة دي عملناها في الكوفية وعملناها في الكارديجان الاصفر، يعني الحركة دي عامة بعملها في اي حاجة قبل المط او ان هي تبوظ بسرعة. اول عقدة معايا اتكونت، دلوقتي بقى بصوا اريح على قد ما انا عايزة، وفي الوقت نفسه ما خليش من هنا يبقى فيه اي كرمشة، فاهمني؟ دلوقتي عشان برضو اعمل زي عقدة، مش بكمل كده، لا بجيب كده وارجع في نفس العمود مرة تانية واطلع على الاعمدة اللي فيما بعد. الحركة دي بتعمل ايه معايا عشان برضو تكونوا فاهمين؟ انا دلوقتي لو فضلت ماشية كده هضطر ان انا كل شوية اشد، ممكن يحصل معايا كرمشة في مرحلة ما، لان الكوفية طبعا طولها طويل، حجمها وطولها يعني هي طويلة فعلي، فعشان مثلا ما يحصلش معايا كرمشة تاني، بصوا اما اجي اعمل الحركة دي دلوقتي شايفين دي طبعا هتعمل لي عقدة لان انا عكست، شوفوا لما اجي اشد دلوقتي الشد قوي ده مش هينطبق على اللي من تحت بقى خلاص، هينطبق على اللي من هنا، فاهمني؟ وبكده هكون بدعم معايا. لما اجي اعمل الحركة دي بتعمل معايا زي عقدة صغيرة جدا يعني غير ملحوظة على فكرة، شايفين تدعيم الزيادة، التفاصيل دي بتفرق جدا مع العميل لانه الحاجة بتعيش معاه، وبدل ما يجدد عشان هو الحاجة بتاعته باظت، يجدد عشان هو عايز يجدد فعلا، فاهماني؟ شايفة منظر حلو. طبعا مش محتاجين ندعم الاطراف ببلسيه ولا اي تفاصيل، هي التدعيم ده كافي جدا ووافي بشكل لا يصدق. هعمل بقى واحدة هنا، واحدة في الطرف، واثنين هيكونوا في النص، ويمكن يعني لو حابة تأفوري اكتر اعملي مثلا 3 في النص واثنين على الاطراف وكده، يعني هيكون اتس اوكي. اخلص التدعيم ده وارجع لكم مرة تانية زي ما احنا شايفين كده. وعايزة اقولك حاجة، لازم
تفهمي العميل بتاعك اذا كنتي هتدعميله الكوفية بالاسلوب ده او لا، لان زي ما انت شايفة كده ادي الخيط باين اهو من هنا، طبعا سنة بسيطة لو فتحنا النسيج هيبان لكن غير كده لا، ولكن لازم تقوليله او تقوليلها عشان ما يحصلش معاكي اي دروبات، اي دروب في الشغل، ان هي تقولك دي بايظه دي معموله ليه كده من ورا الحركات دي، فهو مش مضطر او هي مش مضطره ان هي تفهم شغلك، فانتي فهميها او فهميه الاسلوب بتاعك قبل ما ان انتي تدعميها اساسا، قولولهم ان ده مثلا هيطول في عمر الحاجه مثلا بنسبه 50% اكتر، ان هو هيخليها ما تمطش بنسبه زياده، يعني زي ما انتوا شايفين بصوا كنت الاول بشد كده بيبقى فيه يعني هنا كده فواصل كتير، لكن زي ما انتوا شايفين بصوا على فكره انا بشد جامد مش قليل، وزي ما انتوا شايفين يعني الكوفيه النتيجه بتاعتها عامله ازاي، وسعيده جدا بصراحه ان انا خلصتها، استمتعت جدا بشغلها، تعبتني شويه اخدت مني وقت شويتين، ولكن النتيجه حلوه قوي مفرحه جدا، اخليكم تشوفوها معايا زي ما انتوا شايفين الطول ده كده مترين وربع، العرض زي ما انتوا شايفين البليسيه 18 سنتي، الكوفيه في المجمل شكلها شيك قوي، يعني بصوا اطراف البليسيه صعب تفرقوا مين كان البدايه ومين النهايه بتاعتها، الاطراف متساويه، عندك حاجه مثلا فيها كيرف كده فانتي شدي كده هتظبط معاكي، الكوفية من نوع الرخو مهما عملتي ف تدعيمها برضو مش هيكون يعني مش هيخليها مثلا تمط، لا هتخليها تمط حاجة بسيطة اللي هي الطريان بقى بتاع القماشة والشياكة بتاعتها، كوفية رجالي تصلح شال حريمي هلبسها لكم دلوقتي وهتشوفوا قد ايه هي برضو شيك كحريمي مميزة قوي، وهتشوفوها دلوقتي حريمي وهتشوفوها رجالي، اتمنى يكون عجبكم الفيديو بتاع النهاردة، كان فيديو حماسي قوي بالنسبة لي، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة، لو عجبكم اللي احنا عملناه النهاردة لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، ولو في حد مهتم بالكروشيه التونسي اعملوا له الفيديو شير خليه يستفيد، وتابعوني على الفيس والانستا لو حابين، مع السلامة باي.